هما الشهيدان مارتينوس وابنه زيوس. استشهد القديسان مع 49 شيخاً شيوخ برية شهيت عندما ذهب القديس مارتينوس ومعه ابنه الشهيد زيوس لتوصيل رسالة الملك إلى رهبان برية شهيت، فهجمت الغارة الثالثة للبربر على دير القديس العظيم الأنبا مقار الكبير. اختبأ البعض في حصن الدير وبقيت 49 شيخاً لينالوا إكليل الشهادة، وفي هذا الحدث كان مارتينوس رسول الملك وابنه زيوس مختبئان بجوار الحصن، فشاهد الصبي زيوس ملائكة كثيرة جداً تحمل إكليلاً لكل راهب يستشهد، فقال لأبيه وطلب منه أن ينال الأكاليل مع الآباء الرهبان. وبعدما انتهت المذبحة تم دفنهم في المقبرة المعروفة لشيوخ برية شهيت بدير أبي مقار. وفي أحد الأيام حاول بعض اللصوص أن يسرقوا جسد الشهيد زيوس، ولكن قبل ركوبهم المركب للهرب اختفى جسد الشهيد زيوس ورجع إلى مكانه بجوار أبيه داخل المقبرة. وعندما كانت تجري ترميمات داخل المقبرة وينقل جسد الشهيد زيوس من جوار أبيه، كان يرجع إليه مرة أخرى بطريقة معجزية، وقد خرج صوت من المقبرة يقول: لا تنقلوني من جوار أبي، لأني عشت معه واستشهدت معه ولا أريد أن أفترق عنه. وفي عصرنا هذا ذاع اسم الشهيد زيوس بالأكثر من جهة الراهب القمص فلتاؤس السرياني الذي كان يحبه جدا وكان دائما يحكي عنه وعن ظهوراته له، وهذه كلها في كتب خاصة بسير وحياة ومعجزات الراهب القمص فلتاؤس السرياني. بركة وصلواتي وطلبات هؤلاء القديسين الأطهار فلتكن مع جميعنا. آمين.